أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت العديد من المبادرات المناخية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وخلال إطلاق تقرير المتابعة الأول لمنصة نوفي، أشار مدبولي إلى أن مصر عازمة وبخطوات ثابتة على استكمال التنمية بالقطاعات المختلفة. ولقد أصبحت التغيرات المناخية قضية تلاحقنا تداعياتها بشكل لحظي، وأصبحت البصمة البيئية عنصراً مهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم وحتى التنفيذ والوصول إلى مسارات الاستدامة، والتي من شأنها أن تساعد في أن تنعم المجتمعات والأجيال القادمة بصحة جيدة ومستقبل أفضل. وقد اجتمعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على رؤية موحدة، وصدقت على اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعزمت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنقاذ مستقبل هذا الكوكب من كوارث بيئية عديدة.